عزيمة وإصرار ست فتيات فتحت الباب أمام آلاف الإناث للعمل في إدارات الأمن العام الأردني. نواة بدأت في سبعينيات القرن الماضي ليعملن اليوم في كل إدارات الأمن العام من دون تفريق أو تمييز. عمل الشرطة النسائية في إدارة السير هو عمل ميداني وعمل مكتبي. بالنسبة للعمل المكتبي عندنا قسم الدراسات، في عندنا ضابط عمليات موجودة شرطة نسائية، في عندنا بنات بقسم التحقيق الفني بنظم مخططات كروكية للحوادث. هلا العمل الميداني هم بيعملوا على الرادار لضبط السرعات، بيعملوا على الدواوير لتنظيم الحركة المرورية. في كل أقسام دائرة السير تجد الشرطة النسائية، فهنا تجدها ضابطة دورية أو تقود دراجة أو حتى في الميادين العامة لتطبيق القانون. لي 6 سنين في إدارة السير، طبعا اختلف عملي من مشاة لدراجة لدوريات، وهسه احنا ثابتين عشان السرعة لأنه هون عندنا طلاب مدارس. أصبح وجود الشرطيات في الميادين والشوارع الأردنية أمرا اعتياديا، ويرى كثير من المواطنين أنهن أثبتن تميزهن. أعتقد أنه بطلت حكر على الذكور هاي المهنة، وهن مؤديات واجبهن على أكمل وجه، يعني زيها زي أي رقيب سير أو أي زي أي موظف سير ثاني كمان. هذا إشي بنفتخر فيه أنه نلاقي شرطيات سير، وبالعكس إذا بدك تعرف قدي البلد متطورة وحضارية تطلع على الستات تبعونها. على الرغم من أن أكثر من نصف شرطيات السير يعملن في العاصمة عمان، إلا أن وجودهن يعتبر بذرة تبعث الأمل في انتشارهن في كل المدن الأردنية. تحت أشعة الشمس وعلى تماس مباشر مع المواطنين، تعمل أكثر من 100 فتاة في شرطة السير في تحد لنظرة مجتمع كان في الأمس القريب يحاول منعهن من العمل في هذه الوظائف.